في الفيديو السابق أوجدنا كم عدد الطرق التي يمكن لخمسة أشخاص فيها أن يجلسوا على ثلاثة كراسي. فعلى سبيل المثال، إذا كان هذا الكرسي الأول وهذا الكرسي الثاني وهذا الكرسي الثالث، فإننا نقول: حسنا، على الكرسي الأول نستطيع وضع خمس أشخاص ولا أحد يجلس، وبعدها سيبقى أربع أشخاص، سوف نضع أربع أشخاص مختلفين في الكرسي الثاني، وبعدها يبقى ثلاث أشخاص وسوف نضعهم في الكرسي الثالث، وبالتالي فإن مجموع التباديل الطرق المختلفة التي يمكن للأشخاص أن يجلسوا فيها، إذا كنا سنهتم بالترتيب، إذا اهتممنا حول أي كرسي سوف يجلسون عليه، فإنها ستكون 5 ضرب 4 ضرب 3. والطريقة الأخرى للتفكير بهذا: 5 ضرب 4 ضرب 3 هي نفس الشيء، والذي يساوي 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 تقسيم ماذا؟ إنها تقسيم 2 ضرب 1 2 ضرب 1، وهذا هو نفس الشيء لمضروب الخمسة، مضروب الخمسة تقسيم مضروب الاثنين. والآن، من أين أتت الاثنين؟ وكيف يرتبط 2 بالعدد 5 و3؟ وما الفرق بين الاثنين؟ إن هذا هو نفس الشيء، إنه يساوي مضروب الخمسة، مضروب الخمسة تقسيم 5 ناقص 3 مضروب. وهذا بشكل عام هو كيف سنحسبها، كم عدد التباديل التي يمكن لخمس أشياء أن تضع نفسها أو أن تكون واقعة في 3 مواضع. والصيغة العامة هي: لقد تعلمنا هذا في الفيديو السابق، سوف أستعمل الألوان هنا. فإذا أردنا وضع N من الأشياء في K من المواقع، وK أقل من أو تساوي N، حسنا، هذا في الحقيقة ليس ضروري، ولكن لأغراض لدينا في الوقت الراهن نحن سوف نختار ذلك، لأن لدينا هذه الصيغة والتي تساوي مضروب ال N تقسيم N ناقص K مضروب. وأنا دائما أجد هذه أصعب في الحفظ من التفكير في الموقع. بعدها سأقول: فقط أنت تعرف 5 أشخاص، 5 أشياء يمكن أن تكون موجودة هنا، ثم مرة واحدة شيء واحد هو هنا، و4 احتمالات تبقت، وبعد ذلك هناك 3 احتمالات تبقت. والطريقة التي أفكر بها هي أخذ العبارة الأولى من كي للمضروب رقم إن، أو في هذه الحالة سنأخذ أول 3 عبارات لمضروب الخمسة، إنها 5 ضرب 4 ضرب 3. وهذه هي الطريقة التي أفكر بها في التباديل، إنها عظيمة إذا اهتممنا بها. دعونا نفرض أن هؤلاء الأشخاص هم A B C D E، فهؤلاء هم 5 أشخاص الذين سيجلسون على الكرسي، وهذا عظيم إذا أردنا أن نعد التبديل A B C، وهو يختلف عن التبديل A C B، ويختلف عن التبديل لنقول B A C، ويختلف عن التبديل B C A. لذلك تذكر، عندما عملنا هذا فقد اهتممنا بمكان جلوسهم، وفي الفيديو السابق عددنا كل شيء بشكل مزدوج، لأنه من المهم إذا كان الشخص A في المقعد الأول والشخص B في المقعد الثاني، وبعد ذلك تم تبديلهم، فإننا نعيد العد
هذا هنا أين سيتم تبديلهم، لكن ماذا لو لم نهتم بذلك؟ وماذا لو أننا لم نهتم بمن هو في مقعد ما؟ نحن فقط نريد معرفة بكم طريقة مختلفة نستطيع أن نجلس 5 أشخاص. لذلك نود أن نعد جميع المواقع التي يجلسون فيها الأشخاص A B و C بشكل أساسي في موقع واحد. نحن لا نهتم بمن سيجلس على أي كرسي، نحن فقط نهتم بأن هؤلاء 3 أشخاص سيجلسون، وهذه هي المجموعة الجزئية من الناس الذين يجلسون. وهكذا يصبح السؤال ليس كم عدد التباديل المختلفة أو بكم طريقة مختلفة يستطيع الأشخاص الجلوس، السؤال يصبح كم مجموعة جزئية من 3 تستطيع أخذها من المجموعة المكونة من 5؟ أنا أعلم أنني ربما قفزت للأعلى في هذا الموضوع، لكن هذا ضروري، هذا ضروري لمعرفة ما هي التوافيق. التوافيق هي التباديل التي لا نهتم بترتيبها، وبذلك كيف سنحسبها؟ حسناً، عندما نحسب التباديل باستخدام هذه الصيغة فنحن نعد على سبيل المثال، نحن نعد A B C A C B B A C B C A. ودعونا نرى، ينبغي أن يكون هناك 2 أكثر من التباديل C A B و C B A، ونحن أحصينا هذه الستة جميعها كتباديل مختلفة، لكن في التوافيق هنا فهذا جميعه هو نفس التوافيق لأننا أساسا لا نهتم بالترتيب. لذا فإنه لأي 3 أشخاص مختلفين في هذه المقاعد يوجد بالفعل 6 تباديل، والتي أحصيناها عندما أجرينا التباديل. لذلك إذا أردنا التوافيق فسوف نقسم فقط على عدد الطرق التي نستطيع بها إعادة ترتيب 3 أشخاص في 3 مقاعد، وهذا أساسا ما عملناه هنا. وبهذا كم طريقة مختلفة نستطيع بها ترتيب 3 أشخاص في 3 مقاعد؟ حسنا، إنه نوع آخر من مسائل التباديل. المقعد الأول نستطيع أن نضع فيه 3 أشخاص مختلفين، والمقعد الثاني سنضع فيه 2 مختلفين، والمقعد الأخير، حسنا، لقد تبقى شخص واحد فقط، لذا فهو يساوي مضروب 3 والذي يساوي 6، وهذا يساوي مضروب 3 ويساوي 6. أتمنى أن هذا لا يسبب لك الإرباك. الذي أحاول أن أقوله هو أنه عندما نعمل التباديل فنحن نعد كل الترتيبات المختلفة التي يمكن للأشخاص أن يرتبوا أنفسهم بها. وما سأقوله الآن، حسنا، بكم طريقة مختلفة يستطيع الأشخاص ترتيب أنفسهم؟ حسنا، هو سيكون مضروب عدد الأماكن، لأنه إذا كان لدينا 3 أشخاص في 3 أماكن، أو دعونا نقول 4 أشخاص في 4 أماكن، فالمكان الرابع يوجد فيه 4 أشخاص، والمكان الثالث فيه 3، وهكذا دواليك. المكان الثاني لديه 2، والمكان الأخير فيه فقط 1. إذا هو مضروب عدد الأماكن، وهو كم عدد التباديل التي أحصيناها؟ حسنا، على أي حال إذا أردنا أن نحسب التوافيق، دعونا نقول أنه إذا كان لدينا 5 أشخاص، بكم مجموعة مختلفة من 3 نستطيع أن نجلسهم؟ ونحن لا نريد أن يتضاعف العد، لا أعلم ما هي الكلمة المناسبة للتعبير عن عد شيء 6 مرات. حسنا، إنها ستكون نفس الشيء للتباديل، مقسومة على العد الإضافي الذي عملناه، ونحن فقط سنقسمه على عدد الطرق التي يستطيع بها 3 أشخاص ترتيب أنفسهم على 3 مقاعد، وذلك هو مضروب 3. أتمنى أن أكون قد أعطيتكم الفكرة.
ربما سأعمل أمثلة إضافية في فيديوهات لاحقة، وبالتأكيد أن ذلك سيكون ضرورة ملحة إذا كان هذا مربح قليلا. وبشكل عام، إذا قلنا ما هي الطرق المختلفة التي يمكن أن نختار فيها إن من الأشياء، أو عدد التوافيق التي يمكن أن نختار بها إن من الأشياء في مجموعات من R عندما R أقل من أو تساوي إن؟ إنها تساوي عدد التباديل التي يمكن أن ننشئها من وضع إن من الأشياء في R من الأماكن مقسومة على مضروب ال R. سوف نقوم بقسمتها على عدد الطرق أو الأماكن R. يمكن أن تعيد ترتيب نفسها لأننا لا نريد عد هذه كأشياء إضافية، وهكذا إذا رجعنا للخلف لهذه الصيغة هنا. حسنا، هذه كانت K، ولكن الآن سنقول أنها R، إنه نفس الشيء، لذا التباديل كانت حسنا التباديل كانت مضروب ال N مضروب ال N تقسيم N ناقص R مضروب، والآن سنقسم كل شيء على مضروب ال R، وهذا يساوي، دعوني فقط أكتب هذا، وهذا غالبا يكتب N فوق R، وبطريقة أخرى تكتب N فوق R، وهذا يسمى معامل ذو الحدين، وسوف نعمل سلسلة كاملة من النماذج على ذلك، لأن ذلك يظهر في تعبير كثير الحدود عندما نرفع كثير الحدود لقوة. ولكن هذا يساوي مضروب ال N تقسيم مضروب ال R ضرب مضروب ال N ناقص R. تستطيع حفظ هذا، أنت تعلم أنه من المفيد إذا قمت بعمل الأشياء بسرعة في الاختبار، لكن من الضروري التفكير بمن أين أتت. إن مضروب ال N تقسيم N ناقص R مضروب، هذه فقط تباديل. وما هذا؟ حسنا، إنه فقط R الأولى. أنا أعتقد أنك ستسميها مضروب R الأولى، و R أكبر عوامل مضروب ال N، وهذا كل شيء. وبعدها عندما نعمل التوافيق سنقسم على مضروب ال R، لأننا نريد قسمتها على كل الترتيبات المختلفة التي سيجلس الناس أنفسهم بها على R من المقاعد. إذن في هذا الموضع، إذا أردنا معرفة عدد المجموعات المختلفة من 3، يمكن اختيارها من 5 أشخاص أو من 5 أحرف. إنها ستكون مضروب الخمسة مضروب الخمسة تقسيم مضروب الثلاثة ضرب 5 ناقص 3 مضروب، وهذا هو 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 تقسيم مضروب الثلاثة يساوي 6. سنضع هذا جانبا لثانية، مقسوما على هذا مضروب الاثنين، هو 2 ضرب 1، لذلك نلاحظ أن هذا هو جزء التباديل هنا. وهذه العبارة فقط نتخلص من العاملين الأصغرين، وسنحصل على 5 ضرب 3. آسفة، يوجد 4، 5 ضرب 4 ضرب 3، وهذا هو عدد التباديل. وبعدها سوف نقسم على 6، لأنه لدينا 6 تباديل لكل مجموعة توافيق. ربما أن هذا مربك بالنسبة لك، لكن على أي حال لدينا 5 ضرب 4 ضرب 3 مقسومة على 6، فما هذا؟ 5 ضرب 12 تقسيم 6، وهو يساوي 5 ضرب 2. 5 ضرب 2 يساوي 10. إذا هناك 10 طرق ممكن نستطيع بها أخذ مجموعة من 3 من مجموعة من 5 أشياء. إلى اللقاء.